درسنا بعنوان المحولات كنا درسنا مع بعض إن في دوائر التيار المتردد، ودوائر التيار المتردد كنا بنرمز لها بمصدر التيار أو مصدر الجهد بهذا الشكل. كانت دوائر التيار المتردد المحتوية على مقاومة فقط أو مقاوم زي اللي موجود عندنا في الشكل، مقاومة مصدر جهد متردد أو مصدر تيار متردد. قلنا إن ثابت الطور اللي كنا بنرمز له برمز فاي في هذه الدائرة يساوي صفر. يعني إيه ثابت الطور يساوي صفر؟ نفتكرها مع بعض، إن التيار والجهد متفقان في الطور. يعني إيه متفقان في الطور؟ الجهد يعلى التيار يعلى، الجهد يقل التيار يقل، الجهد يبقى صفر التيار صفر، الجهد ماكسيموم التيار ماكسيموم. في هذه الحالة بتكون القدرة بتساوي I في V، متوسط القدرة بتساوي I RMS في V RMS. مين I RMS؟ اللي هي التيار الفعال، في ار ام اس فرق الجهد الفعال. ودرسنا برضو المولدات الكهربائية. المولد الكهربائي اللي زي في الشكل الموجود عبارة عن حلقات تدور في مجال مغناطيسي، وهذه المولدات كانت نوعين، مولد تيار مستمر ومولد تيار متردد. بالنسبة للمولد كان جهاز بيعمل على تحويل الطاقة الميكانيكية أو الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، وكان هذا المولد اللي بيديني جهد متردد وتيار متردد. قال لك إن تصميم المولدات باستخدام الجهود الكبيرة والتيارات المنخفضة موضوع معقد جدا. عشان أصمم مولد يديني جهد عالي ويديني تيار منخفض الموضوع صعب جدا، إنما تصميم المولد اللي يطلع لي جهد منخفض وتيار عالي الموضوع ده سهل وملائم ويمكن تصميمه بسهولة. فطبعا هيبقى المنتشر عندي إن أنا أطلع مولد يديني جهد منخفض في تكون قليلة وتيار يكون عالي. طب هذا المولد لما يطلع لي هذه القدرة، القدرة اللي هي بتساوي بي بتساوي اي في في، خلي بالك إن إحنا طلعنا دلوقتي جهد منخفض وطلعنا تيار مرتفع، ممكن يكون الموضوع مش مناسب ومش ملائم مع الأجهزة. وإيه كمان؟ ده أنا لما بنقل هذه القدرة عبر أسلاك، ما ده بيطلع لي طاقة كهربائية وقدرة كهربائية عايز انقلها واديها البيت عشان تشغل بيها التلفزيون والأجهزة. فهننقلها عن طريق خط نقل طاقة، عن طريق أسلاك. الأسلاك ديت لو أنا نقلت فيها هذه القدرة والجهد كان منخفض والتيار عالي، يحصل فقد للطاقة، فقد كبير جدا للطاقة. يعني بيقول لي إن نقل الطاقة أو نقل القدرة عكس تصميم المولدات. يعني عشان انقل قدرة بكفاءة عالية ما يبقاش عندي فقد كبير في الطاقة فقد كبير في القدرة، لازم انقلها بجهد عالي وتيار منخفض. يعني احنا دلوقتي محتاجين نجيب جهاز يحول لي من الجهد المنخفض هذا الى الجهد العالي، ويحول لي التيار العالي الى تيار منخفض عشان يناسب عملية النقل. يعني ايه يناسب عملية النقل؟ عشان ما يبقاش عندي فقد في القدرة أثناء نقلها. يبقى قال لي نقل القدرة عكس تصميم المولدات. الجهاز اللي بيقوم بالدور ده اللي يغير لي الجهد ويغير لي التيار هو المحولات، اللي هو موضوع درسنا النهاردة. قال لي ليه بقى إن القدرة أثناء نقلها عكس تصميم المولدات؟ لأن القدرة المبددة أو القدرة المفقودة بنحصل عليها من هذه العلاقة، إن القدرة المفقودة بتساوي I تربيع في R، I شدة التيار تربيع، R مقاومة خط النقل. هي خط النقل اللي هي أسلاك اللي بتنقل الكهرباء من شركة الكهرباء إلى أماكن الاستهلاك. وطبعا باين من القانون جدا ان القدرة المفقودة تتناسب طرديا مع مربع التيار. يعني لو التيار عالي ايه اللي يحصل؟ هنفقد قدرة كبيرة. يعني ايه نفقد قدرة كبيرة؟ يبقى المحطة بتاعت الكهرباء مطلعة مثلا 1000 واط، على ما تتنقل وتوصل البيت او اماكن الاستهلاك تبقى 500 واط. يبقى احنا خسرنا 500 واط كتير، او 1000 واط يوصل 300 واط، يبقى فقدنا 700 واط كتير. تعال ناخد مثال على هذا الكلام اللي يثبت لي ان لو تم نقل القدرة بفرق جهد منخفض وتم نقل القدرة بفرق جهد عالي،
هيكون مقدار القدرة المفقودة قد إيه. معانا مثال بيقول لي محطة طاقة تنتج 500 ميجا وات، الميجا بنضرب في 10^6، يعني كده كأنه قال لي مقدار القدرة المنتجة هتساوي 500 ميجا، يعني 500 × 10^6 وات. يتم نقلها عبر خط نقل طاقة مقاومته 50 أوم، يعني المقاومة بتاعة الخط بتاعة الأسلاك اللي هتنقل هذه القدرة 50 أوم. ما مقدار القدرة المفقودة؟ يا ترى نفقد قدرة قد إيه؟ القدرة المفقودة ممكن نرمز لها برمز بي لوس. القدرة المفقودة بتساوي قد إيه؟ عند نقل هذه القدرة بجهد مقداره 350 كيلو فولت، يعني ضرب 10^3، يبقى فرق الجهد اللي هننقل بيه هذه القدرة 350 × 10^3 فولت. بداية دي القدرة اللي طالعة من محطة الإنتاج عايزين ننقلها للبيوت. تعال نشوف واحنا بننقلها في قدرة قد إيه ضاعت على شكل حرارة في الأسلاك أثناء عملية النقل. احنا طبعا عارفين إن القدرة المفقودة حفظنا قانونها خلاص، إن الـ P loss بتساوي I تربيع في R. المقاومة عندي ب50، إنما التيار مش عندي. نقدر نجيب التيار عشان نستخدم هذا القانون أو هذه العلاقة؟ نقدر. مش احنا عارفين إن القدرة المنتجة، القدرة المنتجة أو اللي طالعة قدرة بصفة عامة بتساوي I في V بالظبط، يعني هتبقى شدة التيار المستخدم في عملية النقل يساوي القدرة المنتجة على فرق الجهد المستخدم في عملية النقل. يبقى شدة التيار هتساوي ب500 × 10^6 قسمة فرق الجهد المستخدم للنقل 350 × 10^3، ونستخدم الآلة الحاسبة بتاعتنا شرطة كسر 500 × 10^6 على 350 × 10^3، يطلع معانا الجواب 1428.5 أمبير. ده مقدار التيار أثناء عملية النقل. دلوقتي أنا أقدر أحسب مقدار القدرة المفقودة B loss هتساوي I تربيع في R، يعني هيساوي الأنسر بتاعي تربيع ضرب قيمة المقاومة اللي هي 50. هلاقي إن الناتج هيطلع معايا الأنسر هذا نخليه تربيع ونضربه في 50، يطلع رقم كبير جدا، يعني 102 × 10^6 وات. يعني لو حبيت أحوله إلى ميجا وات هيكون شيل 10^6 أحط ميجا، يبقى 102 ميجا وات، رقم كبير جدا. طيب تعال نشوف النسبة دي كام في المية من القدرة المنتجة، يعني هذا المقدار يساوي قد إيه من القدرة التي تم إنتاجها. هنفقد قد إيه قدرة وإحنا بننقل هذا الجهد. يعني لو حبينا نجيب النسبة بتاعة الفقد هنقول إن الـ B loss على الـ B الأصلية التي تم إنتاجها ضرب 100 عشان أجيب نسبة مئوية، يبقى 102 ميجا وات على 500 ميجا وات ضرب 100 طبعا هذا الكلام، يبقى الأنسر قسمة 500 × 10^6 عشان أكتبها بالميجا، كل ده ضرب 100 يطلع حوالي 20% قدرة تم فقدها، يعني هيوصل للبيت 80%. احنا عملنا 500 ميجا، شيل منهم 20% ضعف الهواء، هيوصل لك الباقي 80%. ما مقدار القدرة المفقودة عند نقل هذه القدرة بجهد مقداره 200 كيلو فولت؟ هنضطر نعمل نفس الخطوات. الخطوة رقم واحد نجيب شدة التيار أثناء النقل بهذا الجهد، يعني هيبقى التيار هيساوي القدرة المنتجة على فرق الجهد، هيساوي 500 × 10^6 على 200 × 10^3، يطلع قيمة التيار بيساوي 500 × 10^6 على 200 × 10^3، طلع 2500 أمبير. تعال نجيب مقدار القدرة المفقودة، هيساوي I تربيع في قيمة المقاومة بتاعة الخط R،
يعني 2500 تربيع في قيمة المقاومة 50، هذا الرقم تربيع في 50 طلع معايا 312.5 × 10^6 واط، أو 312 ميجا واط. طبعا في الأول طلع لي 102 ميجا، طاقة ضاعت، دلوقتي 312 أكبر. ليه؟ عشان أنا استخدمت جهد أقل. يبقى إحنا دلوقتي عايز أزود الجهد على قد ما أقدر عشان أقلل القدرة المفقودة. لو حبينا نجيب نسبة القدرة التي تم فقدها، النسبة المئوية هتساوي بي لوس على بي ضرب 100 هتساوي 312 ميجا واط على 500 ميجا واط ضرب 100. يبقى هذا الأنسر على 500 × 10^6 كل ده ضرب 100 يطلع 62.5%، يعني أكتر من 50% من الطاقة فقدت لو أنا استخدمت جهد منخفض. طب لو أنا زودت الجهد عن 350 كيلو فولت، عملتها مثلا 100 ميجا فولت، يبقى أكيد القدرة المفقودة هتقل جدا 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 جدا. خلاص، يبقى احنا كده توصلنا إلى معلومة مهمة، وهي إن ينبغي نقل الطاقة الكهربية بأعلى جهد ممكن. ليه؟ عشان أقلل القدرة المفقودة في عملية النقل ده اللي احنا توصلنا له من هذا الإيه يا أولاد؟ من هذا المثال. قلنا الجهاز اللي بيستخدم لرفع الجهد أو لتقليل الجهد اسمه المحول الكهربائي أو المحولات الكهربائية. تعال نلقي عليها نظرة تفصيلية. بالنسبة للمحولات الكهربائية، هي أجهزة تستخدم لتحويل الجهود والتيارات المترددة من قيم عالية إلى قيم منخفضة والعكس. يعني عندي محول يقدر يقلل الجهد وعندي محول تاني يقدر يزود الجهد. المحول تركيبه الأساسي بيتكون من ملفين زي ما أنت شايف في الرسم، ملفوفين على قلب من الحديد. الملفين دول في ملف ابتدائي اسمه NP primary، وملف ثانوي اسمه NS secondary. أنواع المحولات: محولات رافعة للجهد، يعني بتزيد الجهد، يكون داخل لها جهد منخفض تخليه عالي، ومحولات تانية خافضة للجهد، بتعمل إيه؟ بتقلل الجهد، بيكون عندها جهد عالي تبدأ تقلله إلى جهد منخفض. اللي بيحصل في الجهد عكسه بيحصل في التيار، بمعنى إن المحولات الرافعة للجهد بتزيد الجهد وتقلل التيار. وهذه المحولات، هذا النوع اللي هو الرافع للجهد، يكون عدد لفات الملف الثانوي أكبر من عدد لفات الملف الابتدائي. وبالنسبة للمحولات الخافضة للجهد، قلنا إنها بتقلل الجهد، وطالما الجهد يقل يزيد التيار، ويكون فيه الملفات الثانوية أو عدد اللفات الثانوية أقل من عدد اللفات الابتدائي. تاني يا أولاد، تركيب المحولات، يا ترى الملف الابتدائي ده اللي هو الـ NB والـ NS هل في اختلاف بينهم؟ قال لك أيوة، إن الـ NB أو الملف الابتدائي اللي احنا رمزنا له عدد لفاته NB بيتصل بمصدر القوة الدفع الكهربية المترددة. يعني أنت دلوقتي ده كده بيتوصل بمصدر الجهد المتردد. شاحن الموبايل بتاعك يعتبر مثال على المحولات. شاحن الموبايل عبارة عن محول بوصله بمصدر التيار الكهربي اللي هي الفيشة اللي راكبة في الحيطة، يبقى ده مصدر الجهد المتردد. والطرف الثاني اللي هو اسمه الملف الثانوي اللي عدد لفاته NS بيتم توصيله بالجهاز المراد تشغيله من الجهاز اللي هو الموبايل. يبقى الطرف ده بيتركب بالموبايل اللي احنا نرمز له برمز هذه المقاومة، والطرف الرئيسي البرايمري بيتوصل بمصدر الجهد المتردد، وهذا الثانوي بيتصل بالجهاز المراد تشغيله. خلاص، يبقى NB يتوصل في مصدر الجهد المتردد، والـ NS أو الملف الثانوي بيتوصل بمصدر الجهاز اللي احنا عايزين نشغله، إذا كان موبايل عايزين نشحنه أو تلفزيون عايزين نشحنه أو بلاي ستيشن أو whatever. بيقول لي هنا لو كان الملف الابتدائي فقط هو الموصل، يعني أنا حاطط
شاحن الموبايل في الفيشة بس مش حاطط فيه الموبايل، يا ترى الشاحن بيسحب كهرباء ولا ما بيسحبش كهرباء في الحالة دي؟ بيقول لي في الحالة دي لن يسحب المحول أي قدرة كهربية. يبقى أنا لو كان الملف الابتدائي فقط هو الموصل بمصدر الجهد، والملف الثانوي غير موصل في الجهاز المراد تشغيله، لن يسحب المحول أي قدرة كهربائية. لماذا؟ ليه ما بيسحبش المحول قدرة كهربائية في هذه الحالة؟ قال لي عشان عامل القدرة، عامل القدرة رمزه كوساين فاي، عامل القدرة يساوي صفر. ليه برضو عامل القدرة يساوي صفر؟ عشان التيار والجهد مختلفين في الطور بمقدار 90 درجة أو باي على 2 راديان. ليه؟ عشان الملف الابتدائي هذا اعتبرناه دايرة فيها ملف حث ومصدر جهد متردد، يبقى الدايرة التي تحتوي على ملف حث ومصدر جهد متردد يكون فيها التيار والجهد مختلفين في الطور بمقدار 90 درجة، يعني مش ماشيين مع بعض، أو باي على 2. في الحالة دي بيكون عامل القدرة كوساين 90 بيساوي صفر، أو كوساين باي على 2 راديان بيساوي صفر، وبالتالي لن يسحب قدرة كهربائية. يبقى أنت مركب دلوقتي الشاحن مش مركب الموبايل، الشحن مش بيستهلك قدرة علشان خاطر الكلام اللي احنا قلناه ده. المحولات بقى ليها معادلات، تعال نشوف معادلات المحولات على اعتبار ان هذه المحولات مثالية ولا يوجد فقد في الطاقة الكهربائية. اول معادلة معانا بتقول ان ال VB على VS تساوي NB على NS. مين VB؟ ده فرق جهد الملف الابتدائي اللي هو يمثل بالنسبة لي المصدر. VS ده فرق جهد الملف الثانوي اللي هو فرق الجهد بتاع الجهاز اللي أنا عايز أشغله. ممكن يكون فرق الجهد في البيت 220 فولت والجهاز عايز 14 فولت بس، يبقى ال 220 تمثل VB وال 14 فولت تمثل ال VS. NB عدد لفات الملف الابتدائي، والـ NS عدد لفات الملف الثانوي. وزي ما انت شايف علاقة طردية، يعني دلوقتي لو زاد عدد لفات الملف الثانوي هيزيد فرق الجهد اللي واصل للملف الثانوي، يعني هيبقى دوت محول رافع للجهد. دي كان أول قانون معانا. تاني معادلة معانا، احنا قلنا إن فرق الجهد عكس التيار، يعني دلوقتي لو حبيت أجيب الـ IB على IS هيساوي VS على VB. يعني من هذا الكلام نقدر نستنتج ان الـ IB على الـ IS، اشيل VS على VB واكتب بدلها NS على NB، يبقى العلاقة بين I وعدد اللفات علاقة عكسية. وطبعا IB يعني تيار الملف الابتدائي، IS تيار الملف الثانوي. واتفقت لو فرق الجهد زاد التيار بيقل، لو فرق الجهد قل التيار بيزيد، يبقى تناسب عكسي بين الـ I والـ N، تناسب طردي بين الـ V والـ N، تناسب عكسي كذلك بين الـ I والـ V، لو الـ V زادت الـ I تقل وهكذا. من ضمن القوانين كذلك في هذا الجزء إن الـ IB اللي هو التيار الفعال المار في الملف الابتدائي بيساوي NS قسمة NB تربيع مضروبة في VB على R، أو ممكن تحط لها رمز S، هو الكتاب مش حاطط فيها S. تعال نتعرف على الرموز ديت. IB التيار الفعال في الدائرة الابتدائية اللي هو التيار اللي في الملف الابتدائي، NS عدد لفات الملف الثانوي، NB عدد لفات الملف الابتدائي، VB فرق جهد المصدر أو فرق جهد الملف الابتدائي، RS مقاومة الجهاز المراد تشغيله، مقاومة الموبايل أو مقاومة التلفزيون الجهاز اللي متوصل في الملف الثانوي. آخر قانون عندك في المحولات إن الـ RB مقاومة الملف الأساسي أو الرئيسي هيساوي NB
على ان اس تربيع مضروب في مقاومة الملف الثانوي، او يقصد هنا مش مقاومة الملف الثانوي، مقاومة الجهاز المراد تشغيله. يبقى دي كده مقاومة الجهاز المراد تشغيله، وهذا الجهاز طبعا بيكون متصل بالملف الثانوي. عدد اللفات انت عرفت رموزها. الار بي يقصد بيها ايه؟ المقاومة الفعالة للدائرة الابتدائية. كل هذه المعادلات على اعتبار ان المحولات مثالية لا يحدث فيها فقد للطاقة، قال انما المحولات الحقيقية يحدث فيها بعض فقد للطاقة بسبب ان المجالات المغناطيسية المتغيرة، مع التيار المتردد بيعمل مجال مغناطيسي متغير، هذه المجالات تستحث تيارات دوامية في القلب الحديد للمحول. احنا قلنا ان هو عبارة عن ملفين على قلب من الحديد. التيارات الدوامية تبدأ تسخن هذا القلب، تبدأ تسخن المحول، ويحدث فقد للطاقة على شكل حرارة. للتغلب على هذا القلب الحديدي لهذا المحول يصنع من شرائح، ما بيبقاش حتة مصمطة، لا بيبقى عبارة عن شرائح أو طبقات فلزية عشان تمنع أو تقلل تكون التيارات الدوامية. آخر حاجة في درسنا الاستخدامات الأخرى للمحول، حاجة اسمها مطابقة المعوقة. المعوقة دي كأنها إيه؟ كأنها المقاومة الكلية للجهاز. المحول بيعمل مطابقة. يعني إيه مطابقة؟ يعني لو عندي جهاز معوقته تختلف عن مصدر الجهد، يبدأ يعمل بالانس بينهم، يخلي المعوقة بتاعت مصدر الجهد زي المعوقة بتاعت الجهاز. ليه؟ لأن قال لي نقل القدرة يصل إلى أقصى قيمة لي لما يكون المصدر والجهاز ليهم المعوقة نفسها. يعني المعوقة رمزها زد، المعوقة اللي اسمها زد هذه لمصدر الجهد اللي بنرمز له برمز التيار المتردد كده، والجهاز اللي احنا بنرمز لها برمز المقاومة، المعوقة بتاعت الاثنين دول بتبقى مختلفة. اللي بيوفق بينهم مين؟ اللي بيوفق بينهم نوع من أنواع المحولات. ليه؟ عشان تبقى القدرة المنقولة أقصى قيمة لها، ميبقاش عندي فقد في القدرة. وغالبا لا يكون للجهاز والمصدر المعوقة نفسها. وادانا مثال على ذلك، قال لي مضخم الصوت أو الأمبليفاير مقاومته عالية جدا، ومكبر الصوت اللي هو السبيكر مقاومته منخفضة. طبعا احنا بنوصل الأمبليفاير بالمكبر بتاع الصوت، لازم نركب بينهم محول بقى. يبقى يوضع بينهم محول، محول اللي هو ايه؟ مطابق للمعوقة. هذا المحول يعمل على مطابقة المعوقة لهذه الأجهزة اللي هي المضخم الصوت ومكبر الصوت، عشان يؤدي لنقل الطاقة بشكل أكثر كفاءة. احنا كده عرفنا المحولات، في محولات رافعة للجهد، محولات خافضة للجهد، في محولات بتطابق المعوقة بين الأجهزة المختلفة، تركب بين الجهازين عشان تطابق المعوقة بينهم. خلصنا شرح الدرس ومكملين مع بعض باقي المنهج، والسلام عليكم ورحمة الله.